Muhammad is a liar. Liar? Where's the lie and where's the truth when it hasn't been spoken yet? These are Arabs who have betrayed the religion of their fathers. They follow a lunatic they call a prophet. من هو الأقوى؟ تكلم. سيدك أم ربك الأحد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد. نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه. 20 years, 20 fruitless years we've wasted on this war. What are we fighting in reality? Desert tribesmen? Ghosts? I want their leader brought here. I want him brought to me. I want the revolution crushed. مصطفى العقاد، هي الرحلة التي امتدت من حلب إلى نيويورك من خلال حلم هذا الشاب الذي ذهب إلى مكان يجهله تماماً ليدرس أبجديات علوم السينما، متخطياً كل الحدود، متخطياً كل الأعراف السائدة في ذلك الوقت. كنت مهزلي في حلب، يعني رايح هوليوود يدرس إخراج. الوالد بيقول لي يا مهندس يا طبيب يا محامي، ايش الاخراج هيدي؟ كنت جنان مصمم. بالاخير طبعا لما سافرت اعطاني، قال لي كل اللي معي 200 دولار حطهم في جيب، حط لي القران في الجيب الثاني. قعدت على مقاعد دراسه في UCLA في جامعه كاليفورنيا. درست السينما اللي كان حلم بالنسبه لي، ووصلت الى هوليوود. قال لي انه بدي اعيد بحلب وناوي اقضي وقت بحلب بالعيد وبعدين نروح على لبنان، وبعدين معزومين كنا على عرس بعمان، فمن هنيك انطلقنا لعمان. يعني سبحان الله انه صار له 30 سنه ما عيد بحلب. فيلم عن محمد رسول الله بإنتاج هوليوود أمريكي وأنتوني كوين، وفي نسخة عربية ببطولة عبد الله غيث، نسختين مستقلتين بالنسبة للممثلين. طبعا كانت من أشق الفترات في كل حياتي، لأنه أولا الموضوع حساس، ثانيا الحصول على تمويل لهذا الفيلم ما هو سهل كان، لأنه من الصعب تمويله بهوليوود. وقضيت 5 سنوات وأنا أتجول من عاصمة لعاصمة ومن دولة لدولة ومن ممولين إلى أن أحصل على التمويل. So when my father got the idea, I was not born. When he started filming, I was 4. And when he finished, I was 7. It didn't get a proper release when he finished it because so much controversy. And it was really a shame because it's such a beautiful movie. And what he was trying to do with this movie, my father, was trying to start a dialogue between East and West. This is who we are. We see who you are. Film Muhammad Rasulullah. منع في جميع العالم الإسلامي. فيلم من هاي النوعية واللي مثلنا في العالم الأوروبي والغربي واللي طلع حضارتنا العربية وديننا بهاي العظمة، إنه يمنع من أجل هاي الأشياء. وبنفس الوقت أنا بقول لك إني يعني يمكن جرح إحساسي بالنجاح والتألق
والشهرة الكبيرة اللي أخذها الفيلم، أنا كممثلة فيه يمكن انجرح نجاحي لأنه ما نعرض في كل البلاد. طبعا مشاكل فيلم عم مختار اسهل من فيلم الرساله من ناحيه الموضوع، من ناحيه القصه. نحن عم ناخذ رمز جهاد شعب، طبعا صدف انه الشعب الليبي، لكن انا اخذه كشعب عربي. وعمر المختار عباره عن رمز. نحن الفيلم ليس قصه حياه عمر المختار، قصه كفاح شعب صمم على الحياه. وهالشعب هذا نحن لو كان عندنا هالروح موجوده نوعا ما الان في عالمنا، أعتقد يمكن قضيتنا تكون شوية أحسن مما علينا. فيلم عمر المختار يرمز إلى أي كفاح عربي ضد استعمار، بشيله كلمة ليبيا وإيطاليا، تضع مكانها فلسطين وإسرائيل. الفيلم تماماً كأن الأحداث تحصل اليوم. واحد من المنارات اللي نعتبره انه اضاء الطريق لكل المبدعين الاخرين. رحيل مصطفى العقاد خسارة كبيرة للأمة العربية وللوطن العربي والأمة الإسلامية.